في إطار محاولاته لإفشال مسار المفاوضات اليمنية، يسعى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته إلى اختلاق الذرائع، كما فعل باختلاقه موضوع اقتحام معسكر العمالقة، مستعينا بذلك بآلة الإعلام المعادي، في الوقت الذي يؤكد فيه الواقع ألا صحة لتلك الادعاءات، وإنما هي محاولة مفضوحة من وفد الرياض للتهرب من تقديم رؤيته التكميلية للحل السياسي وإحلال السلام في بلادنا. بعد إقدام الميليشيات على اقتحام معسكر العمالقة في عمران طفح كيل الشرعية، فأعلنت تعليق مشاركتها في المفاوضات المباشرة في الكويت. طفح كيل وفد الرياض في الكويت بحسب إعلام العدو، والعذر هذه المرة لواء العمالقة، اقتحام له من قبل من يسمونهم الحوثيين، وخرق للإنسانية وتصفية لأفراد المعسكر بالجملة، هكذا يقولها أحد مستشاريهم. يصف جنود وضباط قوات العمالقة بقتل في الميدان وبعد اجتياحه من قبل الحوثيين، أمر لا يمكن السكوت عنه بالتأكيد، والحكومة ووفد الحكومة أخذ هذا الموقف. تصفيات كبيرة وعمل غير إنساني بحسب محمد ناجي علاو مستشار وفد الرياض في الكويت، أدت إلى تعليقهم للمفاوضات، ولكن السؤال المهم هنا، ما هي المصادر التي اعتمد عليها وفد الرياض ومستشارهم علاو؟ في كان أي نوع من أنواع التواصل مع أي قيادة كانت بقت بالمعسكر أو استطعت الاتصال فيها؟ والله أنا شخصيا يعني ليس لي علاقة مباشرة بالموضوع، غير أن الأنباء تتردد بهذا الشأن، وبتعرفوا أنه سبق لهذه الجماعات أن صفت يعني خصومها عندما كانت تصل إلى المعسكرات التي كانت تقاتلها. مصادر صحفية وأنباء من هنا وهناك اعتمد عليها وفد الرياض ومستشارهم الذي كان الجدير به أن يشير عليهم بتقديم رؤية للمبعوث الأممي ولد الشيخ بدلا من الارتباك والسذاجة السياسية وتقديم أعذار ليس لها في الواقع مكان. فالوفد الوطني صاحب قرار بعكسكم، وقناته الرسمية اليمن من اليمن لا تقول سوى الحقيقة ولا تعتمد على أنباء كما تعملون، فمن يملك الأرض ليس كمن يسكن في أحد غرف فنادق الرياض. هنا محافظة عمران وبالتحديد مديرية حرف سفيان المرابط فيها معسكر لواء العمالقة، وهؤلاء جنوده وضباطه يدحضون ادعاءات وفد العدو السعودية في الكويت ويؤكدون التزامهم الكامل بالقسم العسكري الذي أقسموه بالدفاع عن الوطن وكرامته. نحن متواجدون داخل لواء العمالقة ومن موقع من مواقع العمالقة في هذه اليوم وفي هذه الساعة بالاشتراك مع قوة الشرطة العسكرية المساندة لزملاء المساندة لنا، والتي أتت تعزيزات من محافظة صنعاء وفي خندق واحد وفي مترس واحد، ولن يوجد لنا أي احتلال ولا أي غصب.